هدية لشرف الهادي، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز والله يا فوزا عظيم. من مبلغ حيدر الكرار نائبة، من مبلغ حيدر الكرار نائبة يا منها يشيب قذال الرأس في الصغر يوم به سمم الهادي بغربته حتى قضى فترد البشر بالكدر لا سرها الله سامراء كيف حول قبران قبرين من آل بيت المصطفى الغرري قد غيبت ولدا في قبر والده بدرا غاب عن الأنظار في الحفر يم الحسن نصب على الهادي عزية بالسم جبدة مقطعة وداق المني بفقدك هالبدو خليت منازلهم أهام وسط البرو لالك يا الزهراء يا في زمانش ساعة تسرو شغلك الماتة يا كل صباح وكل مسي قوم السقيفة للمظالم سيس الساعة تبعوا أثرهم بني
أمية وبني العباس جاروا على العترة يا الزهرة قوم الأرجاء شرق وغرب شتتا يا وشبلك يا شفيع واليوم يا الزهرة يا زعيم الدين ابنك بالسم كبد مقطعة والله أكبر شبلين دبي والدمع بالخد ينسى نادي مصابك كرر الوحش علي زهراء يا أم الحسن عندك خبر عن الهادي لولا وصلت ثامر الليلة لولا الهادي يتقلب بسمومه غريبة جالك خبر بمصيبته يا أم الأيمة لا يا حزين لهالوقت ما جاش علمه وش حاله قلبي مقطع يا بتول بفيض سمه وظلمت داره عقب ما كانت مضيع وإماما تعتب على الزهرة لبالك ما عندها جواب جاوب لسان الحياة من بضعة الهادي والله يشيع من الحزن دايب الفاضي ليلي ونهاري في بكى مات مولادي أصبح حزينة باكية ومسب عزين دوب يلا لابس لابس حلات الأحزان على اللي بر الطيب يا ولي واللي في خراب واللي بالمدينة يا أولادي والذي في أراضي في عرايض كوفة واللي تفانوا في طفوف الغار لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء بذكرى شهادة عاشر أمناء أهل بيت العصمة سيدي ومولاي علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه سائلا من الله عز وجل ومبتهلا إليه في هذه الليالي العظيمة وفي هذا الشهر الشريف أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته
وأن يقر أعيننا وأعينكم برؤية قبته عالية تضاهي السحاب رغم أنوف الظالمين ببركة محمد وآله الطاهرين. أحبتي، أقف مع الآية الشريفة في وقفات ثلاث. الوقفة الأولى آراء المفسرين حول من هم المطهرين. ثانيا أقف حول شبهة وجهت لفهم الفكر الإمامي لمن هم توجه عليكم السلام لمن توجه إليهم تفسير الآية الشريفة. وأخيرا أقف في الوقفة الثالثة حول فهم الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام وشواهد من فكر الإمام القرآني. هذا ما سأبينه في ثالث المحاور. أولا، من جاء علماء التفسير الآية الشريفة وقفت آراءهم حول ثلاثة آراء. الرأي الأول قالوا أن المراد من المطهرين هم الملائكة، وليس الفهم السائد بأن الآية الشريفة تخاطب القرآن الكريم، وإنما الآية في سورة الواقعة تخاطب أن هذا القرآن الذي بين أيديكم كان موجودا في اللوح المحفوظ خزانة العلم والأسرار الإلهية، وفي تلك الخزانة وفي ذلك المكان كان لا يمسه إلا المطهرون، وهم الملائكة العظام الذين لهم شأنية الاطلاع على خزائن العلوم الإلهية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال لا، الآية الشريفة من آيات الأحكام تشير إلى حكم وضعي بأن المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر لا يجوز له مس كتابة القرآن الكريم، وهذا الحكم مستدركه ودليله في القرآن الكريم هذه الآية الشريفة. الواقع هذا الرأي ما ذهب إليه أغلب علماء السنة. طبعا إحنا الإمامية موجود عندنا روايات ثلاث، رواية عن الباقر، رواية عن الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأخرى عن الرضا، تفسر الحكم الذي الوضعي بعدم جواز المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر أن يلمس كتابة القرآن الكريم بهذه الآية الشريفة. الرأي الثالث، الرأي الثالث هو رأي الإمامية، اختصت به الإمامية، قالوا بأن الآية في مقام بيان فهم القرآن الكريم وحصر فهم القرآن الكريم، ما قالت لا يلمسه. هناك فرق بين اللمس والماس. اللمس يقال للشيء المادي، والمس يقال للشيء الغير مادي الغير متجسد. الآية في مقام بيان أن مرادات القرآن الكريم ودقائق ولطائف القرآن الكريم الناسخ من المنسوخ، متطلبات القرآن، ما وراء الآيات القرآنية، هذا فهم القرآن مخصوص لفئة أطلق القرآن عليهم بأنهم مطهرون. هذا الفهم الذي فهمته الإمامية من الآية الشريفة. أكو رأي جميل جدا، تفسير القرآن بالقرآن. التفت، ارجع إلى آية الحيض. القرآن لما يجي يتكلم عن المرأة الحائض أو عن النساء الحائضات يقول فإذا طهرنا، بعدين يقول فإذا تطهرنا فآتوهم، يعني كأنما يمرون بمرحلتين. المرحلة الأولى الله عز وجل يطهرهم بأن يوقف الدم على المرأة، فإذا توقف الدم عنها بطهارة الله جل وعلا وأوقف عنها الحيض،
الآن يجب عليها أن تتطهر بالغسل، بعدين يحل لك ماذا؟ إتيانها. إذن مر القرآن، التفت إلى الدليل جدا مهم في القرآن. القرآن يبين بأن هناك مرحلتين، مرحلة الله عز وجل يطهر فيها، ومرحلة ثانية الإنسان يتطهر فيها. لو كان مراد الآية الشريفة أن المحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر لا يجوز له لمس كتابة القرآن الكريم أو مس المصحف الشريف، لقال لا يمسه إلا المتطهرين، يعني من يقومون بتطهير أنفسهم. لكن الآية قالت لا المطهرون، بنتها لله جل وعلا، يعني هؤلاء الله عز وجل مارس ماذا؟ مارس تطهيرهم من الرجس. من هم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. ارجع إلى سورة الأحزاب لتقف على آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمت النظرية. زين، من هنا وجه إشكال للفكر الإمامي. شنو هالإشكال؟ قالوا أنتم أيها الشيعة تقولون بأن فهم القرآن الكريم محصور لهؤلاء أهل البيت عندكم، هذا الحاصر يفوت الغرض من إنزال القرآن. التفت معي إلى هالإشكال شوي. شلون يفوت الغرض؟ قال القرآن لماذا نزل؟ نزل القرآن حجة على البشر. يوم القيامة أنا أشرب خمور، أجل الله من بر الشريف وأسماعكم، يؤتى بي إلى النار. إلهي سيدي ومولاي لماذا أدخلتني إلى النار؟ قال لأنك شربت خمرة. شم دريني أن الخمر حرام؟ قال أما قرأت القرآن؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن صار القرآن حجة. إذن الله عز وجل يحتج يوم القيامة على عباده بماذا؟ بالقرآن الكريم. إذا كان القرآن حجة والله عز وجل يحتج على العباد بهذه الحجة، فكيف للبشر لا يفهمون الحجة؟ وكيف نوفق بينه بين كونه حجة وبين أن البشر لا يفهمونه ولا يعلمونه، وإنما حصر فهمه وعلمه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ أنا يوم القيامة أقول إلهي وسيدي ومولاي لا تحتج بالقرآن علي، احتج به على من أنزلته عليهم، على من فهمتهم إياه، على من جعلتهم هم من يفهمون القرآن، وإلا أنا لست منهم. إذن لست من تشمله حجيات القرآن الكريم. تفتوا للإشكال ولا؟ ثانيا، هذا القرآن إذا كان حجة عليهم وهم، أو كان حجة على البشر ولا يفهمونه البشر، سقطت حجيته بالدرجة الأولى. ثانيا، لماذا هو موجود بين أيدينا إذا إحنا ما ننتفع منه، إذا إحنا ما نفهمه، إذا إحنا غير مشمولين بخطاباته؟ إذا كانت فهم القرآن متعسر علينا، لماذا أوجدته علي بين أيدينا؟ إلهي وسيدي مولاي لماذا لم توجده فقط عند 14 معصوم صلوات الله وسلامه عليهم؟ في مقام الجواب على هذه الشبهة أثير مسألتين. المسألة الأولى أبين فيها بأن القرآن على عدة مستويات من الفهم. المستوى الأول الفهم البدوي الأول. شنو معنى البدوي؟ البدوي جاي من البدء، يعني لأول مرة. أنا لما أجي المثال اللي طرحنا، لما أمسك إلي طفل من الابتدائي أقول تعال عمي بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إيش تفهم منها؟ رح يقول عمي أفهم منها بأن الله عز وجل يقول اجتنبوا الخمر، يعني حرم الخمر. هذا فهم بدوي، هذا أنا أفهمه والمرجع يفهمه وأنت تفهمه والطفل يفهمه، كل مستويات البشر تفهم. لكن عندنا من الفهم ما يعبر عنه في علم الحوزة بملكة الفهم للقرآن الكريم.
أي أن هذا الذي يفهم القرآن الكريم عنده حالة من التسلط على كل مطالب القرآن الكريم. هذا التسلط، هذه الملكة هي التي عبر القرآن عنها بأنه تأويل للقرآن الكريم، يعني مو فقط ظهور الآيات، وإنما الشفرات التكوينية والأسرار الإلهية بين طيات القرآن الكريم هو متسلط عليها، هو فاهم إليها، هو يحركها ويستدل بها كيفما شاء. وراح يجينا إن شاء الله. التفت وياي إلى هاي المحور، في المحور الأخير راح أبين لك شلون أن الإمام الهادي كان يتسلط على هذه المحاور، كان يحرك الفهم القرآني كيفما أراد بأبي وأمي ومتى ما شاء، لأن القرآن يتحرك في ماذا؟ في حيثيات العلم الموجود عند الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الجواب الأول أن للقرآن عدة مستويات في الفهم. فالمستوى الأول الفهم البدوي للقرآن الكريم، هذا متيسر لجميع الخلق. الفهم الأعماق الأشمال الشمولي الاستيعابي، هذا موكول لمن؟ لمن عبر عنهم القرآن بأنهم مطهرون، لمن عبر عنهم القرآن بأنهم هم من يفهمون القرآن الكريم. إذن صاحب الإشكال يجب أن يرد عليه، يقول نحن لم ننفي فهم القرآن عن كل البشرية، وإنما كل من يعلم اللغة العربية، كل من يستخدم معاجم اللغة العربية، كل من يرجع إلى كتب التفاسير يقف على تفسير القرآن، ولكن يقف عليه بشكل جزئي لا بشكل كلي، يقف عليه بشكل بدوي لا بشكل استيعابي. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، نقول أن من أنزل القرآن حجة هو من أمرنا أن نرجع لمن؟ أن نرجع لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في فهم هذه الحجة وفي فهم مطالب هذه الحجة. وللسائل أن يقول في أين أمركم بهذا؟ نقول أمرنا في قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو وعطف، يعني كما الله عز وجل يعلم هذا الفهم، فهذا الفهم الذي عند الراسخون في العلم هو تمام كفهم من؟ كفهم الله جل وعلا للقرآن الكريم. إذن الله عز وجل خزائن المعرفة الإلهية في القرآن الكريم أوكلها لمن؟ أوكلها للراسخون، عليكم السلام، للراسخون في العلم. إذن صار عندنا جوابان، ننتهي إلى النقطة الأخيرة. كيف نقرأ فهم الإمام الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام لمطالب القرآن؟ تعالوا يا إشوع. أولا في معتقدنا، وهي أقولها بضرس قاطع بالذات الشباب، آبائي يعلمونها. اليوم أنت لابد أن تعلم بأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم علمهم من سنخ العلم اللدني، مو علم بشري، مو أهل البيت لم يكن هناك أحد يعلمهم، وإنما الله عز وجل أفاض عليهم المعارف، أفاض عليهم العلوم. الآن لماذا؟ هذا بحث آخر، لكن معتقدك الإمامي يجب أن تهضم هذه المسألة، أن الله عز وجل أفاض علما لدني من لدن ذات الله جل وعلا على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعد شهادة الإمام الجواد، المعتمد أرسل إلى واليه على المدينة، قال له، أو المعتصم أستغفر الله، أرسل إلى واليه على المدينة قال له انظر إلى من خلف محمد بن علي، التفت، فعهد بمؤدب من قبلك ليؤدبه. ليش؟ هذا نوع من أنواع اغتيال الشخصية. أنا مرة أجي أصفي الشخصية اللي قدامي، ومرة أجي أحرف مسارها الفكري، حرف مسارها الفكري تصفية إليها. هذا من صغرة أربي على حالة معينة، أربي على واقع معين، هذا انتهى موضوع. أنا بدل ما أقتل علي بن محمد الهادي الرقم الكبير في المجتمع
أنا أصفيه. فإذا صفيته فكريا من صغره، حرفت مساره وحرفت تفكيره، انتهيت من أمره. جاءوا إلى الإمام طفل صغير، عهدوا به إلى الجنيدي. الجنيدي منو؟ الجنيدي ناصبي كان، ينقل التاريخ عنه، إذا سمع اسم علي بن أبي طالب يستفز ما يتحمل. اسم علي بن أبي طالب كان يدخله في واقع النفسي مؤلم، يستفز. جابوه قالوا إلى أدب علي بن محمد الهادي علمه، هذا عالم كبير الجنيدي، عالم لغة، عالم كلام، عالم تفسير، عالم فقه، رقم كبير ذاك اليوم. جابوا سلموا الإمام إليه. بعد أيام بعث إليه الوالي، كيف حال الصبي؟ قال أي صبي ذاك؟ بل قل الشيخ الكبير والعالم النحرير. عجيب، هذا صبي صغير وانت ذو لحية بيضاء، شرفت على 70. قال يا أمير إني لأجلس لتعليمه، ويظن الناس أني أعلمه، ولكني ما أن أفتتح له بابا من العلم حتى يفرع لي فروعا وأبوابا عليه، حتى أجد نفسي جالس جلسة التلميذ بين يدي أستاذه، والناس تظن أني أعلمه وأنا أتعلم منه من الفنون ما لم أعلمه في أحد. بعد أيام قال له كيف حال الصبي؟ قال أي صبي ذاك؟ أتقصد العالم الرباني؟ عجيب، أنت هذا ابن علي بن أبي طالب، هذا ابن اللي تكرهه اللي يستفزك اسمه. قال والله إنه لأعلم من رأيت على وجه الأرض، إنه ليهم أن يدخل إلى الحجرة. اسمع، يقوم طفل يبغى يدخل إلى الحجرة، فأقول لا إلا أن تقرأ السورة الفلانية، وأختار له كبار السور فيشرع في قراءتها حتى يتمها بقراءات الناس أجمع. شيخ باقر شريف القرشي رحمة الله عليه يقول حتى تشيع الجنيدي. تشيع هاي العالم الناصبي. فقال له الوالي أو تتشيع وأنت من أنت؟ إيش قال له؟ قال له تعال حل إلي هالقضية، أنا وأنت نعرف علي الهادي طفل ما غادر الجدر السوداء في المدينة، الجدران اللي في المدينة ما طلع منها، وأبوه في بغداد أمام الجواد، فمن أين علم ما يعلم؟ وأنا لمثله، هاي السن الصغيرة، وأنا لمثله أن يدرك ما يعلم. هالطفل الصغير شلون عنده الإدراكات هذه؟ زي فاليوم من الأيام يحيى بن أكثى يلتفت إلى الإمام يقول له عندي أسئلة أظنك تعجز عن جوابها. قال الإمام هاتها. قال كيف جاز أن يكون الوصي أعلم من النبي؟ قال شلون؟ قال أما كان عاصف بن برخيا أعلم من سليمان النبي؟ قال شلون؟ قال لما أراد أن يجلب له عرش بلقيس جلبه عاصف، لأنه عنده علم من الكتاب. أما كان يجب أن يكون العلم الذي عند عاصف عند سليمان فيكتفي بنفسه عن غيره؟ مهو النبي وعاصف الوصي، كيف يكون الوصي أعلم من النبي؟
قال لا والله ما كان الوصي أعلم من النبي، وإن علم عاصف قطرة في بحر علم سليمان، ولكن يا يحيى اعلم أن هذا مجلس ضم الجن والإنس من أمة سليمان، فأراد الله وسليمان أن ينصبان عاصف إماما ووصيا من بعد سليمان، وأن يبينان للناس عظمته وعلمه، فصنع ما صنع لكي يعلم الناس علم عاصف ومقام عاصف. قال أسألك في القرآن. قال سأل. قال كيف جاز ليعقوب أن يسجد لغير الله، وكيف جاز ليوسف أن يسجد له من دون الله؟ التفت إليه الإمام الهادي قال من قال لك بأن يعقوب سجد ليوسف؟ قال أما قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فقال لو كنت من أهل القرآن لعلمتها، أين أنت عن قوله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أسجدت الملائكة لآدم أو أمر الله أن يسجد لغيره؟ قال لا. قال ولمن سجدت الملائكة؟ قال سجدت لعظمة الله في خلق آدم. قال وكذلك سجد يعقوب شكرا لله لاجتماع شمله بمن؟ بيوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا لليوم كثير من الشيعة يفعلون لما يوفقون إلى المشاهد المشرفة، من يسجد على عتبة المشهد لا يسجد للإمام المعصوم. السجود لغير الله لا يجوز، وإنما يسجد شكرا لله عز وجل أن وفقه الله لهذه المشاهد المقدسة، جمعنا الله وإياكم. فلا يفهم في الأمر غلو، ولا يفهم في الأمر مسألة. هذه مسألة القرآن يتحدث عنها، هذه مسألة من الثقافات القرآنية. قال يوما من الأيام كان المتوكل عند كاتب نصراني، أي الكاتب النصراني من حب المتوكل إليه كان يكنيه أبو نوح، فأشكلوا عليه قالوا إلى شلون أنت تكني كاتب نصراني؟ الكنية كرامة، والكرامة لا تجوز لغير المسلم. فكتب إلى الإمام يستفتيه، فكان جواب الإمام بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. المشرك النصراني أقل رتبة من الكافر، أبو لهب كافر، القرآن يكني الكافر، فمن باب أولى إذا جازت تكنية الكافر أن يكنى المسيحي وهو مشرك وأقل رتبة من الكافر. يوم من الأيام جاء نصراني في دار الخلافة، نصراني فجر بإمرأة، زنى بإمرأة، اختلفوا في إقامة الحد عليه. واحد قال يقام عليه الحد كما يقام على المسلمين، واحد قال يقتل، واحد قال يسجن، كل واحد جاب رأي. لما أجمعوا على إقامة الحد عليه وقف في وسطهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال يحيى بن أكثام هدم إيمانه كفرا، خلاص ما عليه شيء. اختلفوا فيه، كتب المتوكل للإمام الهادي، فكتب بل يقتل، شأنه إن كان محصن يقتل، وإن كان غير محصن يجلد. شأن
قالوا له من أين جاء بهذا؟ ما جاء بها كتاب؟ وما نطقت بها سنة؟ فرد الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا. شلون الفهم القرآني موجود عنده؟ شوف شلون التفسير يتحرك في حيثيات حياة الإمام بأبي وأمه. وكثير هي الشواهد لو أردت تبيانها ضاق بي الوقت. الإمام بأبي وأمي تسلط على مطالب القرآن الكريم، لذلك فترة الإمام من أقسى الفترات، من أشد الفترات التي مرت على أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم. كان يقول لشيعته: إذا رأيتموني في السوق فلا تسلموا علي، فلا تشيروا إلي. المتوكل كان يخرج الإمام كل يوم اثنين وخميس أمام موكبه، المتوكل في الموكب والإمام بأبي وأمي يمشي حافيا حاسرا. وكان كما يصفونه بدينا، أشبه الناس بأبي جعفر الأول الإمام الباقر عليه السلام. فكان يتصبب العرق من وجهه، يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة الهوام. جاءوا به وضعوه في خان الصعاليك، وضعوه في الإقامة الجبرية، أنزلوه في بركة السباع. بل أعظم، يقول أبو هاشم وصقر بن دلف: دخلت على الإمام وقد حفر قبره أمامه. إرهاب إلى الإمام، قاعدين في حجرة في غرفة، قبر الإمام محفور فيها، لا يستطيع أن يمد رجلاه، إذا أراد أن ينضجع ينزل في القبر. هكذا صنعوا بالإمام بأبي وأمي، هكذا نكلوا بالإمام. ويا ليتهم اكتفى حتى دسوا إليه سما قتالا، ما أنداقه بأبي وأمي حتى تقطعت أمعاؤه، تقطعت أشلاؤه من حرارة السوم، صار يرفع يدا ويضع أخرى. أهل العزاء أسألكم بالله، ما حال الغريب المريض؟ من الذي يسقيه الماء؟ من الذي يمسح على رأسه؟ من الذي يسليه؟ من الذي يجلب إليه احتياجاته؟ ليس إلا العسكري ينظر إليه والدموع تتجارى. التفت إليه قال: بني من ما بكاؤه؟ قال: أبي قطعت قلبي من أنينك، أبا قطعت قلبي من تلك الأنات، أبا أنت غريب، أبا أين عشيرتك؟ كلمة على الهادي بكي ضجت بنينا، نادى الحسن: يا ياب وين أهل المدينة؟ وانفت قلبا يا من سمع شبل ينادي، قال لي: يا عقلي دوبيت مني يفاد، وان كان تبكي لضيعتاياك بين الأعاب، هذا الذي مكتوب من ربك علي. أبا وصي تبكي علي يا ضي العين، لكن يا ابو محمد عليك بما تمحسن، داك الغريب المايا حصل غسلين وتجفين،
ما تبعطش والماء ينظر له بعين. ولدي تبكي علي، وين راسي يا نور عيني؟ قال أبا راسك في حجري. وأين بدني؟ قال على الفراش. قال إذن يا ولدي لا يبكى علي، ابكي على من رأسه بين رجلي الشمس وبدنه على بوغاء كربلاء. وأنات النساء تصم مسامعا، وعند احتضار الموت أهل العزاء مد إمامكم يد إلى سامراء المظلمة. ها أريدك تروح إلى ضريح الإمام اليوم. مد يده وأسبل رجليه وعرق جبينه، يا الله يا الله، وعرق جبينه وانخطف للموت عرنينه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادون وإمام؟ أين الضاجون والسيد؟ أين اللاطمون وغريبا؟ غمض عيون ومات بديار غريب، والحسن هاجت عبرته وعلي نحيب، سجاه بالحجرة وطلع مشقوق جيب، يصفج الهامة ويصفج شماله بيمين، بيديه الطاهر غسله والدمع صاد، بالجفن لفه وبالنعش خله والهاد، ضجت عياله بالبكا وصاح لبنا، يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولينا. يا عمي أريد أصور إليك هالمعنى. الله لا يفجعك بعزيز، من يجهز الميت يقولون وين أحبابه؟ وين العشيرة؟ يدخلون عليه، هذا يقبل راسه وهذا يقبل إيده وهذا يقول له في أمان الله. وطلعون الجنازة عزيز، أول من يطلع بالجنازة الأحبة والأهل. التفت العسكري وإذا به يرى عدوا وعدوا وشامتا وشامتا، صاح شيلوا الهادي الغراب ما عنده أحباب، شيلوا الهادي الغراب ما عنده أحباب، بعد عن أهله وعن الشيعة بلدة تجنى، شبلين دبي والدمع بالخد سكا، نادي مصابك كرر الوحش علي. يقول الشيخ المفيد: فخرج العسكري شاق لجيبه. أبو محمد مأجور، سيدي ما تنلام، أبوك شاب وغريب، لكن سيدي شاق جيبك ليش؟ خو ما شالوا راسه على رمح طويل، وما قلبت العوادي ظهرا على بطن، ما خلوا رضيع مخمود الأنفاس مقطوع الراس على صدره. يا سعد الله قلب أبو محمد السجى، من عادي واري والدي وجميع لولا، ساعة
70 جثة اللي دفنها كلهم أولى ناس بحفرة وناس حطهم في الحفيرة وحسين ورجع ورجع زينب تنتظر ولدي علي من أين جيت يا نور عيني أرى الغبار على عمامتي يا العم تسألين ليش جوائي ليش جلد تسمعين الجواب عم الآن رجعت من دفن والدي الله يا أبو محمد اليوم ثالث أبوك ما اندفن قال لا يا عم الآن دفنت قالت يا ولدي يا ولدي يا ولدي أريد أسألك سؤال إيش عندك يا عم قالت يا ابني عادة الميت يصير على الترب خدين تقل شلون دفنت ابوك حسين وهو راس ما عنده يلا دمات دمات الفتى المعزوز ياه تصير زلزال ناس تفصل اجفانه وناس تجيب شيال بس تجهيز ابو السجايا يا يا ددوس الشمر بن عالم كل المصائب لو فكرت هينة إلا مصيبتنا يا في سيد الشهداء إلهي تقبل منا الأعمى